هل الحديث حجة العربية؟ ثلاثة مذاهب، لا مطلقا، ده مذهب. مذهب الثاني نعم مطلقا. المذهب الثالث نعم بشروط. ايه الشروط؟ ان يكون صحيحا، طب هو في البخاري، ان يكون قصيرا، قصير علشان يبقى كأنه محفوظ يعني، لكن الطويل ممكن ان هو يكون بالمعنى. في حديث كعب بن مالك وكان من المخلفين الثلاث، فقال: فكنت أسلم عليه فلا أدري هل رد السلام علي أم لا. مفيش في العربي كده، في العربي هل تاخد حاجة واحدة بس، هل رد السلام علي بس. في القرآن إيه بقى؟ هل تعلم له سمية، ما قالش أم لا، أم تيجي مع الهمزة، لكن هل ما تجيش معاها أم. لكن في البخاري جات، هل رد السلام أم لا، قالوا هذا من تصرف الرواة. ماشي؟ وي